So hi everybody, today we are going to speak about present continuous. اليوم غادي نهضروا على المضارع المستمر اللي هو اسهل لطن في اللغه الانجليزيه. This is the simplest, if we say the simplest, okay. اسهل لطن في اللغه الانجليزيه اللي هو سهل, خصك غير تعرف الكلمات الدلاليه ديالو وتعرف الطريقه ديالو كيفاش كيتصاغ, يعني لا فورم ديالو. Okay, so we have present continuous. The present continuous is used to speak about the actions that are happening at the time of speaking. كنهضروا على هاد لو طون ملي كنبغيو نعبروا على شي حاجه كتوقع في الوقت ديال الكلام ديالنا, يعني حاليا. It is often accompanied by expressions of time such as. هي غالبا هاد لو طون ملي كتهضر عليه كيكون مرافقه ببعض الكلمات اللي كيتسموا signal words, يعني الكلمات الدلاليه. Such as مثل عندنا now, now يعني maintenant, دابا now الان, at the moment, pour le moment يعني في هذه اللحظه, today aujourd'hui, look يعني شوف, listen سمع, this weekend هذا الويكند, this month هذا الشهر, this Monday. يعني ملي كتكون this دائما كنستعملوا present continuous, بحال مثلا تقول هذا العام, this year, هذا العام انا كنقرا العربيه, هذه السيمانه انا كنراجع المات, هذا النهار مثلا, هاد الصباح, this morning انا كنعمل هادي. ملي كتكون this يعني هذا, اذا هادي كنهضروا على present continuous. اجيو نشوفوا لا فورم ديال present continuous, كيفاش كيكون present continuous. عندنا subject يا اما كيكون الفاعل او لا subject pronoun, واحد ما يمكنش يجتمعوا بجوج, يا اما نعملوا subject الفاعل او لا subject pronoun يعني الضمير ديال الفاعل, le pronom personnel. عندنا verb to be in present simple, كنصرفو verb to be اللي هو بحال لو verb être بالفرنسية, كنصرفو في لو بريزون, زائد verb زائد ing زائد object. عندنا مثال Adam is playing free fire, ولا غنقولو هو يلعب free fire, he is playing free fire. عندنا verb to be هو مصرف هنا, verb to be هذا بالأزرق, هذا هو verb to be بحال لو auxiliaire être. عندنا I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am, أنا, you are, أنت, he is, هو, she is, هي, it is, لغير العاقل, we are, نحن, you are, أنتم, they are, هم. Okay, examples, عندنا الأمثلة هنايا. We are reading a story, نحن نقرأ قصة. ملي غتسمع أنت هذه الجملة we are reading a story, يعني حاليا, ماشي بالضرورة يزيد لك ديك لي موكل, يعني الكلمات الدلالية, ماشي بالضرورة. إن فوا كتسمع هذه الجملة, يعني هذه الجمله مصرفه بريزنت كونتينوس, كيهضر على شي حاجه كيعملها دابا, ماشي بالضروره يقول لك انا كنقرا قصه دابا, يعني باينه ملي كيكتب وي ار ريدين ا ستوري يعني حاليا. اذا بغى يقول انا غير كنقرا قصه كيعجبوني قصص مثلا, وي ريد ا ستوري, ولا اي ريد ا ستوري, اي ريد ا ستوري ديك الساعه كتسمى بحال الهوايه. هذا لا, هذا شي حاجه كيعملها ديك الساعه, على داكشي كنعملوا اي ان جي. هنايا الفعل ريد وزدنا له اي ان جي, وهنايا ار. إذا نقولوا we are reading a story, نحن نقرأ قصة. They are eating sandwich, هما كياكلوا ساندويش. She is drawing a picture, هي ترسم لوحة أو picture يعني صورة. My cat is drinking milk, قطتي تشرب الحليب. My cat is drinking milk. I am learning English, أنا أتعلم الإنجليزية. My parents are watching TV, الوالدين ديالي كيتفرجوا في التلفازة. He is going to school, you are doing your homework, I am listening to music, أنا كنصنت الموسيقى. ملي كنهضروا على لي فورم, يعني الفورمات ديالو كاين افيرماتيف ونيجاتيف وانتروغاتيف. افيرماتيف كتكون جملة عادية مثلا بحال هنايا He is speaking English, they are playing football, you are writing your lesson. He is speaking يعني هو كيهضر الإنجليزية. They are playing football, هما كيلعبوا كرة القدم. You are writing your lesson, أنت كتكتب أو أنتوما كتكتبوا الدرس ديالكم. Number two, negative كنزيدو غير not هنايا. He is not, she is not, they are not, you are not. كنزيدو غير not, نفس الجمل كنزيدو غير not في الوسط. يا إما كنزيدو not أو لا كتكون not داخلة, بحال مثلا he is هادي, نقدروا نبدلوها نكتبوا هيدا. He isn't, هيدا بحال 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 he is ونط بوحدها بحال he isn't, هذه كتسمى short form باش كتنطق بالزربه. interrogative form شوف قلبنا هادو بالاحمر, هذا هو verb to be, هادو كاملين هو verb to be, كنقلبو لانفيرسيون سيجي, يعني سيجي مع الفيرب, كنقلبو غير هادو اللوالا. مثلا غنقولو you are كريم, are you كريم, كنقلبوها. He is speaking, نقول is he speaking, واش هو كيهضر. They are playing football, are they playing football, كنقلبوا غير هاد جوج الاولى وصافي, هادو هما اللي قلبنا. Are you writing your lesson, etc.
اكسترا اكزامبلز، عندنا بعض الامثله هنايا باش تفهموا يعني الكلمات الدلاليه، يقدروا يجيو في الاول يقدروا يجيو في الاخر ديال الجمله. مثلا لوك اللي كنقولوا شي واحد شوف، يعني نهضر على شي حاجه كتوقع ديك الساعه، نقول شوف هي از كولين يو، لوك هي از كولين يو، هو كيعيط لك. listen سمع، I am talking to you، أنا كنهضر معاك، سمع أنا كنهضر معاك، I am talking to you. هذا بالأزرق هو verb to be، واللي بالأخضر هو كنزيدوه فوق الفعل يعني ing باش نعرفوا باللي الفعل مصرف present continuous. listen I am talking to you، I am watching a good film now، نقدروا نقولوا now I am watching a good film، نقدروا نقولوا I am watching a good film now، الآن أنا كنتفرج فيلم مزيون. today aujourd'hui، today I am studying English، اليوم أنا كنقرأ الإنجليزي يعني باقي كيقرأ. This weekend هاد نهاية الأسبوع weekend we are revising Arabic حنا كنرجعوا العربية. This year هاد العام I am studying class in class 7 هاد العام أنا كنقرأ في القسم السابع. هذا فيه تعمق، تقدر تعمق يعني ملي كيكون مثلا present simple بحال هذا اللي عندنا مثلا هنا آخر جملة this year، هذه عندها indication يعني عندنا المعنى ديال future ديال المستقبل. ما بغيتكمش تدخلوا، بغيت غير تدي واحد الفكرة يعني غير فكرة بسيطة على شنو هو present continuous وصافي، هو فيه تعمق باقي نقدروا نزيدوا أكثر إن شاء الله. وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.